حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب حفل أصحاب الطوائف والأديان الذي أقامه اتحاد الجاليات الأجنبية ضمن فعالية هذه هي البحرين بكنيسة القلب المقدس بالمنامة. وبهذه المناسبة أشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجاليات الأجنبية في دعم عملية التنمية في البحرين، معربا عن اعتزاز المملكة بالجاليات الأجنبية التي تساهم في مسيرة البناء والنهضة التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى والذي يحرص دائما على دعم الجاليات الأجنبية. وأكد سموه أن رعاية البحرين لجميع الأديان والمذاهب والطوائف عكست ما تتمتع به المملكة من إنسانية ومسؤولية تجاه كل ما يعيش على أرض البحرين، وجسدت ما درجت عليه البحرين من سمات تاريخية بأنها مجتمع منفتح ومتعدد الثقافات ويتميز بالتنوع الإنساني والحضاري في ظل التعايش مع جميع تلك الطوائف التي تواجدت في البحرين منذ زمن طويل، وكانت السمة الغالبة في المجتمع التعارف والتعايش معهم. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين نموذج للتعايش والتسامح بين الأديان، وأن كل أصحاب الديانات المقيمين على أرض مملكة البحرين تحظى برعاية شاملة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، إضافة إلى كفالتها من قبل مواثيق المملكة. مشيرا سموه إلى أن ثوابت مملكة البحرين احترام ثقافة التعدد والحريات بين الجميع وعلى مر العصور، حيث تحولت المملكة إلى واحة متميزة شهد لها العالم بأسره، وبينت ما يتمتع به شعب البحرين من تسامح وتعايش مع الجميع. كما أكد سموه أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الديانات ونهج الاعتدال ونبذ التعصب والتشدد وتعظيم قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى إشاعة المحبة والسلام والتعايش بين الجميع. من جانبها أشادت أمين عام اتحاد الجاليات الأجنبية بيتسي ماثيسون برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة احتفال أصحاب الطوائف والأديان بكنيسة القلب المقدس، مشيرة إلى أن مملكة البحرين هي نموذج للتعايش والتسامح بين الأديان، كما أشادت بما يلقاه أصحاب الديانات السماوية المقيمين على أرض البحرين من رعاية رسمية وأهلية، وأضافت أن جميع أصحاب الديانات والطوائف يشعرون بالامتنان ويقدرون عاليا مناخ الحرية الدينية في مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى، مشيرة إلى أن جميع أتباع الديانات المختلفة التي تعيش على أرض المملكة يمارسون حرية معتقداتهم بصورة طبيعية، وهو النموذج الذي تقدمه مملكة البحرين لجميع الطالبين بحرية المعتقدات وممارسة شعائرهم. وأعربت ماثيسون عن تقديرها التام لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على احتضان جميع الأديان على أرض مملكة البحرين وتعايشهم معهم، بصورة أكدت أن المملكة هي الواحة الحقيقية للتعايش والتسامح في شتى المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. Distinguished guests, girls and boys, brothers and sisters, everyone. I'm really honored to be here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would really like to start my speech out of my heart instead of reading it out of a paper. And I'd really think that today we really need a globally integrated citizenship where faith and multiculturalism needs to be part of the solution, not part of the problem itself. We need a new ethics in human solidarity. Under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and our Prime Minister, His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and our Crown Prince, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. May God bless them all. Bahrain. Bahrain ensures the exercise of freedom of religions for all, Muslims, Christians, Jews, Hindus, other religions. They've all lived in Bahrain here with no problems or intolerance. Before I conclude my short speech,
directly out of my heart, I would really like to ensure to you and bring up a fact to this table right now that in Bahrain, we are the luckiest people in the world for two main reasons. Reason number one is that we have such a noble and a leader like His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. And reason number two, for fact, we live in the best country in the world. So.